عليكم ورحمة الله. معكم أرجي حسين، أنا صاحب الشقة هذه اللي ترموا عليها مافيا العقار الموجودة بريزيدنس البيضاء، عمارة سي دوزيام ايتاج ابارتمون 24. هذه اللي ترموا عليها مافيا العقار، الناس دي واحد من مافيا ديال العقار ومعروف، وهذا من هذا المافيا، من المافيا الكبار لحد الآن اللي مازال اللي هذا مازال ما خديتش أنا حقي. هذا هنايا النوتير اللي صوب لي، النوتير اللي صوب لي اللي كتب لي العقد ديال البيع راه مشدود في الحبس، محاكمين عليه ب 12 عام راه هو تيدوز فيها. هذا هنايا ماشي على المشكل ديالي، على المشكل ديال اليهودي سميتو المغربي الديانه اليهوديه سميتو، المهم اللي موجود في ديال عين دياب اللي عنده في عين دياب، ماشي عليا انايا. والمحافظ تا هو راه تشد في الحبس وطلق على المشكل ديال نفس الكوكب بنفس هذا، الا هذا اللي شاد ديالنا لابارتمون ترمى لي هذا ودار في سميتو اللي دار بالضبط. كيفاش ها؟ ايه نشرح الدار، انا جايب نشرح الدار. المهم جاتني انا 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 بالنسبه لي هنايا لابارتمون كنت نخلص، خديت كريدي من لابانك بيان سور، هنايا ماذا كنت نخلص 3236.88 هذه على ليبوك كنت نخلصها، حتى بقيت نخلص غادي مزيان تقريبا، نخلص تقريبا شي 50% ولا 60% نخلص. هذا هنايا غادي مزيان حتى حبست خلاص ما بغيت نخلص. هذا هنايا داز هذا هنايا مده، هذا تنتسنى باش يصيفطوا لي، ما تيصيفطوليش، ما تيجيونيش رسائل. ساعه هما محيدين واحد معاهم تما راه في البنك، راه محيد الكريدي ديالي في لوسيت، حيدو زولو باش ما يبقاوش يجوني دوك البراوات، فهمتي، باش ما يبقاش الاتصال بيناتنا. هنا هادشي 2014 جاتني رساله، البدايه ديالي وهي في 2014 جاتني رساله، غادي تجي هاد الرساله غادي تجيني من المفوضيه القضائيه ماشي من البنك، من المفوضيه القضائيه. مشيت لعندهم هذا هنايا مع الجلسه هذا هنايا باش نشوف معاهم وداك الشيء هنايا، قال لي كتخلص واش غادير في هادشي هنايا. قلت لهم واش البارتمون مازال ما بعتيهاش؟ قلت لهم واش البارتمون مازال ما تباعش، البنك مازال ما باعش على البنك، واش باقى هذا هنايا؟ قال لك لا ما تباعش. هذا هنايا عيطوا البنكه، عيطوا لابونك وداك الشيء هنايا، انا تنسمع نيت في 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 التليفون ديك الساعه الفيكس، قال لي راه ما تبعتش باقا في سميتو اورجي حسين، لابارتمون باقا في سميتو، ما عليناش. المهم بقيت غادي تنادى، قالوا لي سير، قال لي انت سمعتي كل شيء، هذا قال لك سير حل لابارتمون واجي تفاوض معنا. جيت نجري لهنايا، جيت لابارتمون باش نحلها، تنحل لابارتمون، جيت باش نشوف لابارتمون لقيت فيها دوز افوكا، اش غادي تحل؟ الساروت ما بقاتش هي هذيك، بدلوا القفل، بدلوا هذا هنايا، فيها دوز افوكا، اش غادي دير مازال؟ ما عندك ما دير. مشيت رجعت للدار شفت لاباري فوتو، مشيت صورت ديك البارتي هي تصاورها، ما عندي باقي عندي تصاور هنايا، فيها جوج تاع لي زافوكا، دوز افوكا، واحد البلاك راه كانت تما لهي راه زولوها حيدوها هنايا، هنايا كاتبين فيها مكتب للمحاماة بالموعد، هذيك راه زولوها حيدوها نهار هادشي في 2014 حيدوا هادشي، خواو لي البيرو، خواو البارتمون خواوها، ما بقاش عندهم المكتب هنا. من شافوني درت محاميه، جيت عند هذا درت محاميه قالتها لهم وداك الشيء، جات قالت لي راه شنو كاين اسمو لابارتمون راجا خواو هنايا، راه من تما تعرف بانه هنايا سميتو لحقاش. انا قالوا لي المفوضيه القضائيه حطيت لهم الصوره ديالهم جوج الاسماء، قالوا لي هادو تانتوما، هذا هنايا قال لك ناري تانتوما، قال لك صافي، قال لك ما بقيتش نصيفطوا لك، ما غاديش نصيفطوا لك، قال لك ما بقيت نشوف فيهم بحال هكا، تيقول لي انا هذه راه من مافيا العقار، راه ما داوش لك كريمتو، راه داو بزاف ديال الناس. من تما غادي نعرف بانه لو جو هذا هنايا، من تما السلسله غادي تعرف بانه كاين الخواض هنا. هنايا ملي جيت هنايا درت محاميه وداك الشيء هنايا، فاش هربوا قلت صافي هذه هنايا راه بصح هذوك عندهم الحق، مافيا العقار هذو. هذا من 2014 بقيت حتى 2019 درت رساله هنا سميتو، درت قدمت شكايه في الاولانيه في الرباط، يعني النيابه العامه، درت شكايه في النيابه العامه في الرباط، داكشي عاد باش قالوا لي لا شويتو هنا عاد باش داروها في البحث، لاحوها في البحث. اللي انت كانت عندك غير الدار ديك بوحدها؟ ها لا هذه اللي كانت عندي، هذيك الساعه كانت عندي غير هذه، هذيك الساعه كانت الثانيه، هذيك ما نهضروش عليها، هذيك راه مشكله اخر عاوتاني ديك، لا لا الثانيه راه انا هنايا في العوض البنكه درتها في سميه المراه باش البنكه ما تديش لي، انا البنكه غتدي لي الفلوس، غتدي لي هذيك في السيزي ديال الا درتها في سميتها غتديها في السيزي، البنكه تتسني فلوس هنايا غادي قانونيا غتديها من حقها ياك. انا قلت هنايا نديرها في سميه المراه، درتها في سميه المراه وعارفه المشكل ديالي وهذا وحلفات وكل شيء هنايا، وهذاك هذا هنايا درت لها في سميه مانكازا والارض والبارتمان، المانكازا والارض راه باعتهم، البارتمان 44 مليون ونص شدات فيهم، 44 مليون ونص راه هي عندها، لابارتمون باقا دابا الان راه داير في سميتو هنايا راه فيها، راه هي طلبت الطلاق شي حقيقه دابا عام ونص وهي طلبت الطلاق، دابا حنا مفارقين حنا، وهذه دابا خلقت لي مشكل اخر، هذه هي اللي خلقت لي دابا مشكل كفس من هذا، شتات العائله، هذه البارتمان هذه العائله ديالي شتاتها صافي، ما بقاتش انا عندي عائله
الدراري جوج دراري راه هي هذيك مربيهم على 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 سميتو هنايا ما تتخليهمش يجيو عندي ولا هذا نعنقهم ولا هذا لا ما كاين شيء ما كاين هذا هنايا المهم الله يعاوننا معاهم براسي الا فيهم الخير داك الخير اللي فيهم راه تعطيه لهم انا المشكله هذه اللي هذه سببي هي هذه هذه اللي خرجت لي اللي خرجت لي هذا المهم هنايا هذا لابارتمون هذه هنايا راه مؤخرا مؤخرا جاتني رساله من عند شخص صيفط لي واحد قال لك انا تبعت السيزي قانونيا اعطيني حجه بين تبعت السيزي تبعت السيزي هنا فينا الورقه تاع النوطير النوطير مشيت في الحبس هو كاتب لي هنايا لارجون جو لي روسيون 56 مليون شديتها في يدي كاين شي نوطير اللي تكتب لارجون جو لي روسيون 56 مليون مالو عطاه 10 ديال الدرهم 56 مليون ديك راه خصها تكون بارشيك بيي بارشيك باري السميه ديالو لا بانك وكلشي هنايا ما دا هنايا هادشي ما كاينش ودايرين كاتب هنا جوج الناس يبيعوا باعوا لهذا هذا هنايا اشنو كاتبين اجون كوميرسيال ديال البنكه مشي سولت عليهم في البنكه ما كاينينش سي اكزيست با ما كاينينش غادي يكونوا فو كارت ناسيونال ولا شهود زور هذا هنايا ايوا راه غير الا ما بغيتش تعطيني حقي المحكمه ما بغاتش تعطيني حكم انا تحس براسك مظلوم ها تحس براسك مظلوم معلوم مظلوم راه ماشي غير مظلوم راه مظلوم ونص ماشي مظلوم راه ما سميت راه عدموني ماشي مظلوم عدموني واش هذا داخل اوراق مزوره داخل البارتمون هنايا شاد الاوراق البارتمون داخل اوراق مزوره هنايا وانا نمشي نكري بيت ب 700 درهم ها ما يمكن لكم كاع تجي هنايا جي صوروا داك البيت اللي انا فيها اللي عايش فيها وانا جوج بارتمات لا هادي ولا هاديك هادي داها شفار هذا معروف من مافيا العقار هذا وهنا ما بغاوش يعطوني انا ناخذ العيد لدي هنا وندخل ليها الاخرى عاوتاني هنا في داتها المرا داتها المرا هذا بعدا هنا مطلبه طلاق شقاق برا لحقت الحوايج للارض وقالت لك ديكاج لابورت هادي دات المرا دات 120 مليون هذا دا 130 مليون هي 250 مليون وانت سير سميت سير عيش في بيت كيفاش هذا انا ما عرفت انا ما هادو راه الا بقات بحال هكا هاد سميتو هنا هاد الناس هادو ما عرفت شنو بغاونا واش نهز السيوف ولا ما عرفتش شنو نبدا نقتل سميتو هنا هذا اللي ظلمك قتلو صفي عليه هادي هادشي اللي تنبغي اللي تنتسنى انا ما عرفت انا ما حقي ما هذا ومكملها ومجملها واحد مصيفط لك ورقه قال لك راه تبعت في سيزي اعطيني ورقه اعطيني حجه باش هذا انا مشيت لعنده مشيت نسول عليه في المحكمه ماشي ماشي نسول سولت عليه ما لقيتو شيء لقيت لا سكرتير ديالو قلت له ما يبقاش يلعب بالنار قلت له لابارتومون ما تبعتش في سيزي ما تبعتش في سيزي قلت له تبع سيزي غتسالني البنكه البنك انا داعي لا بنك البنك انا قدمت شكايه ضدهم في بنك المغرب هاد لا بنك دابا اش كيقولوا لك ها البنك قال لك خلصنا 45 بغيتي المالو فينا توك المالو في ديك باش ما بقينا تنسالو كثر قال لك عطينا 45 مليون واش انت غتعطيهم 45 مليون في الدار هذه وانت ما ساكنهاش ها راه كان كاريها هذا راه كان كاريها ب 5000 درهم راه مؤخرا هنا حبس سميتون خرج الكرايه راه كان كاريها ب 5000 درهم لا هذا انا ماشي هذا انا وتيقول بانه عارف راسو بانه تيقول لك انا قال صاحبه محامي صاحبه تيقول له اللي كان معاه هنايا انا مشيت عنده قال لي راه عارف داعيه زعما تقول في راه ما غادي تصور منه والو انا ما شوف انا الرسائل كتبت الديوان الملكي كتبت سميتو وزير العدل قلت لك كتبت الوزير هذا سميتو المجلس الاعلى للقضاة بالاسماء ديالهم بين محمد عبد النبوي ولو سميتو سي الحسن الاستاذ حسن الداكي اللي هو في الرئاسه العامه هادو كلهم رسائل راه صيفطهم لهم رسائل صيفطهم لهم شحال هذه ما كاينش الجواب هذا هنا ما كاين لا جواب لهذا تمشي عندهم راه كنت في الرباط مشيت لعندهم وكل شيء هنا قال لك راه نتصلوا بهم راه نعيطوا لك وهذا هنا ودابا قال لك راه صافي راه دايس البحث راه هما خدامين تيديروا البحث ديالهم ولكن البحث انا هذا فاش جاتني هذه الرساله هذه هنا البحث هو هذا نتيجه البحث هو هذا قال لك تبعت في سيزي زعما انت سير كب على راسك الماء ولا شي حاجه هنا المهم ما تتسال شيء ايوا شنو انا ما سميتو البنك انا تاني 45 خصني نمشي نخلصها 45 مليون هنا بالمحامي يقول لك 43 مليون ونص وبالمحامي 45 هذا هنايا خلص لهم 45 ايوا كي غادي دير دابا هنا باش تبقى راسك اما مع هذا اما هذا انا ما هاد السيد هذا داخله انا عندي 300% 300% ديال التخلويض ماشي 100% ماشي 100% مي 300% ديال التخلويض كاين ولكن شكون اللي غادي يوقف في هذه البلاد هذا غادي يوقف يجي معايا يجي يدخل معايا يعطيني حقي شكون
تنطلب من سي هذا الوحيد هذا اللي نقدر سميتو هنا اللي عندي فيه الثقه وهو سيدنا يدعو الوكيل الملك الدوسي جاب لي الدوسي قدك قال لي الملف ديالك ها هو راه رجع قدك الدوسي ما داش لي غير انا دا بزاف ديال عباد الله بزاف ديال الناس عليه شكايات عاوتاني هنايا ماشي غير انا اللي تنجي هنايا ماشي غير انا اللي تنجي تشكى هنايا فاش داروا عليه مكتب كثر تيجيو بزاف ديال الناس هذا انا شي دليل فيرما شي دليل الارض شي دليل هكتارات شي دليل هذا طرموا على الفيلا ديال عباد الله هذا هنايا هذا السيد هذا ما كاينش ما هذا خصو يوقف عند حدو هذا تنتمنى مع جلاله الملك هنا يرمي عليه القبض هذا ويعطيني حقي انا اللي تنبغي هذا واخا ما يتشتش ولا هذا انا ماشي شغلي قلت انا هنايا لابارتومون خصني ندخل ليها خصني ناخذ لابارتومون ديالي الاذن ديالي باش ناخذ ندخل لابارتومون بلاد ما تبقى محلوله خاويه بحال هكا هنايا وشفر في سميتو دارها في سميتو هكاك زور الاوراق ودارها في سميتو ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.